السلام عليكم حبيباتي، شخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم حبيباتي بواحد الكيك ان شاء الله، او حنا غنصايبو حلوه ان شاء الله، حلوه لاكريم. دونك غنبداو اول حاجه بمقادير ديال الكيكه ديالنا. اللي غنحتاجو فيها عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الزنيده، عندنا هنا قبصه ملح، عندنا هنايا كيس واحد فاني، عندنا جوج كيس خمارات الحلوه، وهنا عندنا الكاكاو المر، عندنا 4 البيضات، وعندنا الطحين حسب الخليط. دونك هانتوما معايا ان شاء الله حتى نقاد الخليط ديالي. خليكم معايا حبايبي. هنا خدينا 4 ديال البيضات كما كتشوفوا معايا، غادي نزيدو عليهم كاس ديال الزيت. بسم الله، نزيدو كاس ديال السنيدة، نزيدو قبصة ملح، ونزيدو سكر فاني، وهانتوما معايا حتى نضرب المقادير ديالي باش نزيدو ان شاء الله من بعد الطحين والخميره ديال الحلوه والكاكاو. خليكم معايا. فوالا، دونك من بعد ما ضربت الخليط ديالي على هذا الشكل، دابا غادي نزيدو النشويات. ناخذ الدقيق، كيبقى على حساب الخليط، يعني غنديرو ونشوفو الخليط ديالنا واش بركة ولا نزيدو ولا. دونك ناخدو هاد المقياس ونزيدو جوج خمارات ديال الحلوة، نزيدو الكاكاو، وغنحركو باش تغربلو باش كيبقاو لينا هاد الحبيبات مكي يضيعوش لينا الخليط ديالنا. أو غنبداو نحركو الخليط ديالنا على هاد الشكل، كنحركو على جهة وحدة. هانتوما معايا تنكمل التخلاط ديال الخليط ونوريكم. وهكا من بعد ما خلطنا العناصر ديالنا، كناخدو موند اللي كندهنو بالزيت بشويه ديال الزيت، وكندردرو عليه الطحين، وكنصبو الخليط ديالنا، وندخلو الفران على درجة حرارة ديال 180 درجة. وهذا هو الخليط ديالنا، وغندخلو دابا الفران كيما قلتلكو على درجة حرارة 180 درجة. نخليو الكيك ديالنا حتى يوجد. وبالنسبة للكريم شونتي البنات، أنا كناخد هادي هي اللي كنستعمل كريم شونتي، كناخدها من ماي واي، وكندير معاها كاس ديال الحليب، وكنبقى نضربهم. هانتوما كتشوفوا معايا البودره ديالها كيفاش داير، كنبقى نضربها حتى كتولي ليا على شكل كريمه. وهانتوما معايا، وهذه هي لا كريم فريش ديالنا كما كتشوفوا. من بعد ما طلعتها، من بعد ما ضربناها هكا كتولي. دونك غندخلوها، نخلوها في الثلاجه حتى نبغيو نصايبوها ان شاء الله. وهانتوما معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. بالنسبه للتزيين ديال الحلوه، انا خديت هاد صوص شوكولا، وعندي نص كاس ديال الحليب باش غادي نديرهم في كاسرونه حتى تطيب وتعقد، ومن بعد كنخليها في الثلاجه. ملي كنبغي نزين بها كنزين بها الحلاوي ديالي. ها انتما معايا،
بالنسبه لهاد البودر راه فيه كلشي، ما كنزيدو لا سكر لا حتى شي حاجه مع الحليب، كيف ما هادي كيف ما كريم شانتي يعني كيكونوا فيهم جميع المواد، ما كنزيدو حتى شي حاجه من غير الحليب باش كنقاد باش كنصايبوه. المهم البنات هكا كنكونوا وجدنا صوص الشوكولا ديالنا اللي غنزينو بها كما كتشوفوا كتجي بحال هكا. سمحوا لي البنات الامان نسيت ما وريتكمش كيفاش قسمت الحلوه وكيفاش حتى سقيتها، لان فريمون يعني كان الوقت اللي كناخذ باش انا ما كتوجد الحلوه وانا كنسى انني راني خصني نخدم الفيديو، دونك هكا ما كان دا كان زعما كنصورش غير سمحوا لي. المهم غير باش تفهموا انا بالنسبه للكيك من بعد ما الطبره قسمته على جوج وسقيته بداك السيروم ديال الكونفيتور ديال مربى الفريز، ومن بعد درت الطبقه الاولى وغندير فوق منها من بعد ما سقيتها غادي ندير فوق منها لا كريم شونتيي، غنعمر الوجه ديالها بلا كريم، من بعد غنزيد فوقها طبقه ثانيه وغنعمرها حتى هي بلا كريم شونتيي، وهكا عاد غادي باش غادي ان شاء الله ملي غادي تشد راسها وغنزينها بهاد الصوص الشوكولا، ومن بعد من فوق صوص الشوكولا اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها، اللي ما بغاش المهم داكشي كيبقى على حسب الرغبه. المهم البنات هكا انتما كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما فرقت الطوطة على جوج غطيت الوجه التحتاني، عمرتها بكريمة شونتي ودرت الجزء الثاني وعاود عمرته، دابا بقى ليا غير باش نقاد الجناب نكملهم، وعاد ديك الساعة ان شاء الله ندوزو للتزيين. وهذا كان الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم احبابي. بالنسبه للتزيين داك كما قلت لكم درت صوص الشوكولا من الفوق ودرت لوز مهرمش عليها بزوقته من الفوق، من الجوانب كذلك راني زوقت باللوز مهرمش. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وشكرا بزاف وشهيه طيبه. شكرا لكم احبابي، وكنتمنى منكم ديما تشجعوني وتدعموني باش نزيد القدام ان شاء الله.